مريضة. تفضل. أنا مريضة، أنا قبل 15 يوم بقر أنا طحت ظهري، هياني الأشعة مالتها تمزق دمار بظهري. شلون تحمر نفسها بالطريق؟ والله بالموت، والله وجوع وعطش، هذولي داعش ما خلوا بحالنا، والله العظيم 15 يوم ما ماكلين، والله والله نفغط بالماء خبز وناكل، قلبي يمن من الجوع، والله الله يحفظك. اسمك؟ اسمي حمدية. اسم ابوك؟ يونس. شكرا. شكرا. اشكرك اشكرك. يا اشتباع تاكو رنزا وضعنا أسوأ وضع، أسوأ وضع كان صار حياتنا، يعني حياتنا احنا ميتين ميتين، بس نتنفس وناكل ونشرب، ماكو كل شيء، كل شيء ماكو، حياة مقطعة. ها الأكل أكثر الناس خلص أكله، بس إحنا الحمد لله كنا انخزرنا شوية. أكو ناس أكلت حشيش، أكو ناس أكلت حشيش بعد، حتى ما حد يطيق يوصل أكل لأحد، الناس لأن انحبست ببيوتها. قبل فترة كان واحد يوصل للأخ، واحد يساعد الأخ، إيه من رفاعي إحنا، كان واحد يساعد الأخ، هسه ما حد بعد يطيق يوصل أحد، ولهذا بعد حتى مساعدة ماكو، يعني ناس أكلت الحشيش، ناس ما عاد تاكل كشة. كان احنا من الخوف والرعب العشنان، وكل واحد يعني احنا بالبيت اقل نفر نقص 10 كيلوات من الخوف العياشين والرعب. انا كنت 92 صوت 80، انا ايه 80 من الخوف، من الخوف والرعب وهم الجوع، اكل يعني تقريبا معدوم الاكل، هاي اشكو اكل التمه والخبز، غير وماكو يعني رز وخبز بس هذا الموجود، غير شيء ماكو. لا طبيب اكو، الواحد يتمرض يروح علينا، لا يعني كل شيء كله ما عاد كله. علاج المستشفى الا اذا كان من الاخوة. المستشفى الا اذا من عندهم يعالجون، اذا ما من الاخوة يطلعوه. والله المستشفى اذا ما داعشي ما تحكي على المستشفى. المستشفى اذا ما داعشي ما يفوت عليها. وجهه ماكو. الاهالي لا. كلم لا يموتون يضبون طب يموتون خلي يموتون خاف لا يأذونا، والله هو عالم ديني مسلم صايم مصلي قايم الليل وصايم النهار، الله الوكيل قضى بالسجن عندهم 14 كله صايم قشعون واشن المعان واشن صايم النهار وقايم الليل وما عنده الحدث 24/5 قتلونه يوم 24/5 اخذونه يوم 21/1 عندهم هذه السنه وقتلوا لا لا 2016 وقتلونه 24/5 قبل رمضان ليلة رمضان بالضبط قتلونه عالم ديني مسلم عالم ديني نادر وطالب بجامعة الشريعة. بنتك يقول وضعنا مو زين ماكو أكل، بعض الناس يأكلون حشيش، هذا صح؟ ماكو هدمونا ماكو كل شيء ماكو 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 منين نجيب؟ اذا البيضه صارت ب 3000 دينار وماكو كل شيء، لا كل شيء كل شيء ماكو، بس البطاطا والبطاطا صارت ب 12000 الكيلو وهذا هو بس. هذا كلام صح بعد الطحين ب 250 والحشايش طبعا الحشايش ايش يعني الخباز وما خباز وهذا الشيء هذا كله بالش اسمه فعلا الحشيش اللي يطلع هذا اللي ياكلونه، الخباز ايش الخباز؟ لانه ماكو ماكو ناس بس ناس يعني ماشي حالهم وناس انعدموا، ناس ماتوا من الجوع، ناس ماتوا من الجوع. ايش تاكلون انتم؟ نعم انتم ايش تاكلون؟
لا احنا الحمد لله احنا عندنا كان خزننا. اي والله وكن كنا نطعم الناس، احنا نحمده ونشكره ربنا ملء السماوات والارض. بس هاي الايام اللي قضوا علينا هسه هاي اربع ايام احنا صور من اول بيحكلتنا احنا ماكلين من الهجوم الضغط، بيتنا انهدم، بيت ابني الله ما قتلونه الله اغض مع الاغض عملونه. طابقين بيت كنت بنانه قبل 7 سنين مع الاغض صاخ. بيتي هدمونه. شو اسمه ابنك؟ المرحوم. المرحوم؟ ايه؟ احمد موفق احمد. احمد شو اسمه ابوه؟ احمد موفق. ولا ابوي اخاف ما يصير ابني احكي انا واخاف اخاف اتاذى انا بعدين وتاذون اولادي. لا لا تمام. اخاف سبحان الله. شو اسمك انت؟ منو؟ انت انا نهى محمود عبد الله. نهى محمود؟ عبد الله نعم. شكرا. من حي الرفاعي. الرفاعي. نعم. بها اشتباكات مو؟ اشتباكات بعد ما انتهت احنا اخر ناس طلعنا البيحه بالليل خلصنا. واليوم طلعنا والضغط يعني طلعنا ركض. شلون تعبرون نفسكم يعني طريق مو خطر؟ والله متنا طلعنا بالموت واحنا كله عرباين كله معوقين، احنا طبعا 3 معوقين عرباين دفع ركض من الضغط والطلقات اما القصف الطائرات قتلونا خلاص. هذه هدمت الشوارع غاسه انا هاي 3 مناطق من الدوخه مناطق احط شيء بثمي وكله الواع العفو من هاي الطياره تحفر بالشوارع. هدمت ماكو البيوت كله ينخض علينا.